تاحوا مستقر بدلهي، وكل الناس المهمين هنيك كانوا يحترموني. شوف شو صار فيني. بيقولوا إذا الملك طلع من قصره ما عاد حدا يخاف منه، ولما بيرجع على قصره بتصير الكلاب بتعوي عليه. قال بيقولوا أنا أقطاعي. مظبوط أنا أقطاعي بس بالاسم، ولما بيحكوا عن الاحترام بكون أنا والرقاصات بنفس الخانة. أخ يا ربي دخيلك يا حبيبي يا عمي، مين نزعلك مرأك اليوم من الصبح بكير؟ شوفي لحتى عم تعيط من الصبح. شو قصدك عم عيط؟ خايف يسمعوني؟ أصلاً هون ما في غير 6 أدنين ونص ليسمعوني. وكيف زبطت معك إنه الرقم 6 ونص؟ أنا وجوجو وما مشروق عنا 6 أدنين، وأنت صاير بتسمعني بس بنص أدن، وهيك صاروا 6 ونص. طيب أمتى حكيت معي وما سمعتك؟ قلت لك إنه سقف غرفتي متضرر كتير، وإجا ما صلحت لي عن قريب أكيد رح يوقع على حضني، والحنفية كمان بدها تصليح، وإلا ما رح يكون في عنا مي للحمام والمزارع. في عنا محاصيل صار لازمها حصاد، وما في عنا عمال بنوب. أمنا، ليش هذا كله لسه مو مرتب؟ شكراً لك ابني. بعتت كم رسالة للعمال اللي بعرفهم والموجودين قريب منا، بس ما رضي ولا واحد إنه يجي. وليش؟ بصراحة العمال ما قالوا شي، بس أنا حكيت مع نسوانهم وقالوا إنه السيد هو مهددهم، وقايلن إذا حدا منهم إجا واشتغل عنا بالبيت ما رح يلاقي ببيته أكل ياكل، وكمان رح يدمر له مستقبله كلياته. عملي معروف وخبري المتعهد يوظف لنا ناس من المدينة.